ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا النهارده انا عامله فيديو بسيط جدا وصغير جدا، طبعا عشان انا فرحانه ان احنا لقينا الذره وشويناه وطلع طعمه زي بتاع مصر بالظبط. طبعا في الغربه او في المانيا خاصه بنشتاق كتير جدا ان احنا ناكل الحاجات، بتفكرنا بالذكريات والاهل واللمه وذكريات جميله يعني. فاخيرا الذرة انا الحقيقه جربته كتير بطرق مختلفه، يعني عملته في الفرن، طبعا في الفرن الكهرباء ما بيبقاش حلو جدا، مش حلو خالص. جربته قبل كده فما كانش طالع الطعم زي طعم مصر. وجربته برضو ان احنا نسلقه، عشان هو ده نوعه اصلا، مش الذرة الابيض بتاع مصر اللي بيتشوي، ده الذرة الاصفر، الذرة السكريه. فاخيرا الحمد لله ما لقيناه. فانا جربت المره دي بالطريقه ان انا اعمله على البوتاجاز من فوق، فالحمد لله طلعت الطريقه كويسه جدا.